السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصلوا بقصص جديدة واللايك. شكرا لكم. من نهاري انا طريقي معكسه، والحاجه اللي درت عليها يدي كتولي عليها الجوقه وكينوض عليها الصداع. انا فاتن، اسم على مسمى. تفارق ماما وبابا وتخاصموا عليا ملي كنت صغيره. هي بغات تجيني معاها لفرنسا، هو باغي يخليني معاه في المغرب. ماما كانت عايشة في مونبولي في فرنسا قبل ما تدخل للمغرب، وتلقى بابا وتكون بيناتهم واحد العلاقة اللي غتطور من إعجاب للحب للزواج. والرجل الريفي اللي دمه سخون ما غاديش يتفاهم مع البنت اللي عندها عقلية أوروبية، وغادي يختلفوا وبداو بيناتهم المشاكل وما قدروش يصبروا مع بعضياتهم. وخجيت انا الوجود، ولكن ما كانش متفاهمين. وغير غادي يحس بابا بلا صافي، ماما ولات ما بقاتش قادره انها تصبر معاه وبغات ترجع، ولات كتهددو بيا وما بقاتش باغا تجلس معاه ولا تبقى معاه نهائيا. بات مصبح هزني وسافر بيا ورجع لمدينته الاصليه، وخلى ماما تالفه كتقلب كتسول وما وصلت لحتى نتيجه. وما رجع لخدمته حتى عرف بلا ماما صافي رجعات لفرنسا، وصلت اخبارها بلا صافي سافرات، فقدت الامل وسمحت في كل شيء ومشات. من داك النهار هو كيعمر ليا فراسي عليها وكيعاود ليا عليها شي هضره، الله اعلم واش داك الشيء فعلا كاين او لا. ومن داك الوقت بديت كنسى ماما حتى نسيت الملامح ديالها. وفي خلال عامين جاب بابا مره اخرى من البلاد، مقارية مواعية أمية ما كتعرف حتى شي حاجة، وعقليتها غريبة بزاف، عندها 18 عام، زعما تزوج بوحدة بقى صغيرة ما عندهاش تجربة في حياتها، وبغى يشكلها هو كيف ما بغى. ما كانش عارف بلا راه دخلت وصل دارو، وفرق كبير بينها وبين ماما اللي كانت على الأقل كتجهر بالحاجة اللي بغات تديرها واللي في قلبها على لسانها، وماشي كتدرق وكتخبي وكتغدر. وفي السر جات العروسة الجديدة، طويلة ضعيفة وجهها صفر وفيه النمش وشعرها أحمر ومسمومة، سمها بحال ديال العقرب. كتخاف من بابا موت، هو كيهضر وهي كترعد منه، اللي شافها يقول راها فعلا كتخاف منه. وفي نفس الوقت كتبرد فيا أنا سمها، بنت صغيرة عندها 6 سنين مع بنت ما كتحملهاش وكتكيد فيها، ولكن خذنا على باها. عيشتني واحد الوقت اللي مظلم، عيشتني العذاب. هذيك الايامات اللي عشتها معها، في الشهور اللي عشتها معها، كنت كنكرهها وكنخاف منها، كتضربني وكتقرصني وكتكويني بالعافيه، وكتقولي الا قلتها لي غندير لك اكثر من هذا الشيء. وكتعرفوا داك النوع ديال الناس اللي كيكون ضربته كتدي للقبر، هي هذيك مرات با. اول ما بدات كتخرج كتسخر تما، بس كتصاحب مع واحد الجار اللي كان ساكن فوق منها، كان باقي ولد مزوج، وكان ظهرهم مسافرين وكان جالس بوحدو في الدار. ولات كتطلع لعندو تقريبا العمر ديالو والعمر ديالها، حتى النهار اللي با وصلاتو الخبر مع عند الجار اللي قبلتو، صورها وهي داخله لعندو شحال من مره باش عطاه الدليل وعطاه التاكيد بلا راها هضرت وراها حقيقه ماشي غير هضره والكلام. بابا بلا ما يهضر معاها بلا ما يواجهها بلا والو ضربها 2 ضربات حتى غيبات، فقدت الوعي ديالها قدامي. انا خفت في ديك اللحظه، وليت كل اللي كانت ترحد. وملي ما فاقتش عارف ديك الساعه بلي راه توفات، كان جا راسها على الارض، ترضخات واحد الرضخه عمري ما نسى داك الصوت ديال ديك الرضخه. داني بابا في من يدي وجمع لي حصاك في حوايجي وداني عند واحد عمتي سلمني ليها عايشه في سلا. ديك عمتي شايفاها غير شي 2 المرات، ما عنديش بها شي علاقه كبيره. قال لي هيا بنتي تهلاي فيها، وعطاها شي فلوس وقال لها بنتي امانه عندك لحتى نهار نجي نديها. ورجع سلم نفسه للشرطه ديك الساعه. البابا تحاكم على مراته اللي قتلها بدون قصد، واخا كان كيدافع على الشرف ديالو، ولكن ما قدرش ياخد هذاك الشيء اللي كان خصو ياخده. كان عنده دليل على الخيانه ديالها ليه، وبالمحامي وبالصداع وبالروينه وبالهضره وبالجري ومع كل شيء
خذ حكم بعشر سنين، ما بين ليلة وضحاها أصبحت عايشة في دار جديدة مع عائلة جديدة، مع عمتي اللي ما كان عارف عليها حتى شي حاجة، مع رجلها وزوج ديال الولاد عزارة. في دار عمتي تربيت وكبرت، من دار عمتي خرجت المدرسة الابتدائية كنقرأ. عمتي كانت حنينة عليا بزاف لأن ما عندهاش البنات، كانوا عندها غير الدراري، وحتى راجلها ما نكرش خيره كانوا كيعاملوني أحسن معاملة، وخصوصا أن رجل عمتي كان في الأصل صاحب بابا، كانوا مصاحبين من الصغر ديالهم وكان عنده شي علاقة بيه لأنه من عائلة وحدة. المهم ما نقولش لكم بلا تكرفص عند عمتي، لا ما تكرفصش، اللي كان كيكرفصني هو الإحساس ديالي بلا ما عندي لا أم لا أب، بزوجهم بالحياة وأنا محرومة منهم. با في الحبس على واحد الجريمة اللي ما كانش يستاهل أنه يدخل عليها الحبس لأنه كان كيدافع على الشرف دياله. وماما ما عرفتهاش فين كاينة، ما عارفة عليها حتى معلومات، عارفة غير المدينة اللي عايشة فيها. وبقيت كنكبر وسط منهم وسط عائلتي جديدة، حياتي غريبة، حياتي مختلفة. كنت واحد البنت اللي هي انطوائية، كنت كنخاف وكنحشم، ما قدرش نقول شي حد بلا بابا في الحبس، اللي كيسولني على بابا كنقول لهم بابا راه ميت. وعشت بحال هكاك، وصحابات ما كانوش عندي، ما كنتش كندير صحابات، كنت كنتفادى اني يكون عندي صحابات باش ما يعرفوش الحقيقه ديال بابا. بالنسبه لي انا كان بابا عزيز عليا، كنت كنفتخر به، ولكن الناس راه ما كيفهموش وما كيعرفوش. كنت متفوقة في قرايتي، متفوقة في الدراسة ديالي، كنقول بغيت بابا نهار يخرج من الحبس يلقاني متفوقة ويلقى بنتو هي البنت اللي كان كيتمنى. كانت عمتي كتمشي زيارات لعند بابا وكتجيب لي الاخبار ديالو وكتعاود لي عليا، وكان بابا عمرو ما بغاني اني نمشي لعندو، كنت كنطلب عمتي باش تديني ولكن هو كان مانع كليا اني نمشي. كنطالب عمتي ان عمرها ما تديني لعندو ولا نشوفو في داك الوضع، وما شفتوش. كانت كتصورني وكتدير ليه تصاوري باش يشوف بنتو كيفاش ولات وكيفاش صبحات، وكان كيوصيها عليا. ولاد عمتي كانوا مقريني، كانوا كيحترموني، عمرهم ما نقصوا مني، كانوا دايريني بحال اختهم وكانوا دايرين لي اعتبار. ولد عمتي الكبير كان في ديك الوقت هذيك ملي انا كنكبر فيها، فاش كنت في الكوليج ديك الساعه كان سافر مشى لفرنسا يكمل قرايته لانه كان كيقرا مزيان وكان خدا واحد المنحه دراسيه ومشى. كنت فرحانه بعمتي، وانا كنت كنتمنى لو كان قدر شي نهار انه يلقى لي ماما، كنت بغيت نطلبها منه شحال من مره كنبغي نطلبها منه، وكنعاود نسكت. بقى ولد عمتي الاخر حتى هو كان كيقرا مزيان وقدر انه يتخرج وانه يخدم في المغرب، خدم في مدينه طنجه. وبقيت انا وعمتي وراجلها في الدار. بابا ديك الوقت كان قرب يخرج، ملي خرج بابا من السجن خرج انسان اخر، مبدل في الهيئه ديالو، ما بقاش كيما عقلت عليه، بحال تغير عليا بزاف. ملي شفتو بلا ما نحس عنقت واحد التقنيعه تعنيقه زيرت علي، ما قدرتش اني نطلق منه. هو كيبكي وانا كنبكي، وعمتي كتبكي، ورجل عمتي كيبكي، واحد اللقاء اللي حتى انسان ما يقدر يتخيله. بقينا شحال وحنا معلقين، وجلس حدايا شاد ليا في يدي وكيشوف فيا وكيتامل فيا، وسبحان الله كيفاش داك الاحساس، احساس اللي هو غريب بزاف، كيفاش حسيت. ومع الاسف بابا ما بغاش يديني معاه، كنت كنتمنى اني نرجع نعيش انا وياه. قال لي يا بنتي بقاي عند عمتك، انت دابا كتقراي انت مولفاهم، ان شاء الله تحسن الظروف ديالي ونجي نديك. قلت ليه واخا كتوعدني؟ قال لي اه. بابا لحسن الحظ ان الدار كانت ديالو، بقى ديالو لانها كانت سميتو، قال لي نقلب على خدمه ونقاد الامور ديالي وننقاد كل شيء وتكون ظروف مناسبه البنت بحالك هكا وتكملي بعد العام ديالك ديال القرايه وديك الساعه يكون خير. فعلا داكشي اللي كان. حتى عمتي قالت لي الا مشيتي معاه غتخسخي غتعذبي، خصك تكملي بعد هذا العام ديالك وديك الساعه يكون خير. واللي زاد كمل عليا ان عمتي في مدينه والدار اللي فيها بابا كانت في مدينه واحده اخرى، ومدينة بعيدة على المدينة، ولكن بقينا بعد على ديك الساعة على اتصال. وفرحت بزاف ملي عرفت بلا بابا صافي راه خرج، دابا راه ولا واحد الانسان اللي هو حر، عنده الحرية ديالو. كنت كنتمنى اني نطلب من بابا انه يعطيني شي معلومات على ماما اللي تخليني نتواصل معها، لاني كنت بغيت نعرفها فين كاينه، بغيت تعرفني، بغيت ملي تنزل المغرب نتلاقاها
وكنت خايفة من رد الفعل ديالو يعني، ما قدرتش نقولها ليه. بقى هذاك الرغبة على اني نتعرف عليها في الداخل ديالي، عمري ما قدرت نقولها لشي حد. داك الشيء خازناه في الداخل ديالي كيكبر كيكبر، ولكن باش نعبر عليه لشي حد او نعاودو لشي حد، حتى حد ما كيعرف عليا شنو في الداخل ديالي. اسراري خازناها ومخليها في الداخل ديالي. فداك العام بالضبط غيجي ولد عمتي من فرنسا، كان خدام تبارك الله، جا مختلف، جا مبدل، جا واحد الانسان اللي كبير، اللي ولا متحمل المسؤوليه ديال نفسه. وملي جا في هذاك العام بالضبط، قدرت اني نزعم اني نطلب منه انه يلقى لي ماما ويعرفها فين كاينه. قال لي واخا كوني هانيه، ان شاء الله نمشي هذه المره، غنمشي لمونبولي وغنقلب عليها وغادي نشوفها فين كاينه، وان شاء الله نعلمها بالله راكي كاينه وراكي بخير وراكي عايشه عند مساك وبالظروف ديالك كامله. بقيت عايشه على هذاك الامل، فرحانه لان بابا رجع للدنيا، رجع للحريه، رجع للحياه، وفرحانه لان عندي واحد الامل اني غادي نتلاقى ماما. بقيت كنقرا، كتستمر الحياه، حياتي تبدلات اختلفات، رجعت فيا الروح ديال الحياه، رجع فيا الامل. ملي خرج بابا كل شيء تبدل عندي. مره كيجي لعند عمتي، كيشوفني، كيشوفنا، كنفرح به بزاف، كنحس بالحياه رجعت ليا، كنحس بالنبض ديالي رجع من جديد، كنحس بالدم رجع كيتر ليا في العروقه ديالي. بابا كان هو الانسان الوحيد اللي كيربطني بحياتي الاولى، اللي كيحسسني بلي راه عندي الجذور ديالي، بلي انا ماشي غير شي حاجه هكاك اللي خلقات زايده، ولا ما عنديش العائله ديالي. واخا عمتي كتحاول تعوضني، ولكن راه ماشي بحال الاب ولا الام. بقيت كنقرا، غبر عليا ولد عمتي شحال كنتسناه، وغايقول ليا وغايقول ليا وغايقول ليا، ما كاين تخبار. حتى وصلت العام اللي كانت عندي فيه البكالوريا، العام اللي نجحت فيه، جا فيه ولد عمتي هذاك العام، سولته وهذا قال لي قلبت عليها ما لقيتهاش، بحال مات فيا شي حاجه. كنت فرحانه، كنت نتسنى راه غادي نعرفها، راه غادي تعرفني، وكنت فرحانه، بغيت تعرف ملي بنتها كبرات، ملي بنتها خدات الباك، كنت محتاجاها بزاف في هذاك الوقت. فرح بابا بزاف ملي شافني قريت، كان فرحان وكيشكر في عمتي، كيقول لها انتي اللي وصلت ليا بنتي لهادشي، كل ما انتي كره بنتي تشردات. وفعلا عمتي كان ليها الفضل الكبير في حياتي كامله، هي اللي كبرتني، هي اللي وصلتني، هي اللي كانت مسؤوله عليا، هي وراجلها ما نساش الخير ديالهم. ملي خديت الباك رجعت مع بابا للمدينه اللي عايش فيها، كان بدا كيتحرك شويه، كيبيع ويشري، بدا كيتحرك، بدا كيسترجع حياته، رجعت باش نعيش معاه. بديت كنخرج انا وياه، كنحاولوا اننا نرجعوا علاقتنا مع بعضياتنا، نحيوا ديك العلاقه اللي ماتت، لان داك الفرق ديال السنين اللي هو عاش بعيد عليا كان بيناتنا واحد التباعد. بدينا كيعاود ليا كيفاش دوز ديك السنين الطويله، كيعود ليا بشكل مختلف على ماما، كيرجع واحد الاب لي واحد اخر. بدا كيعود ليا على ماما كيفاش كانت، بلا ديك الهضره اللي كان كيقول ليا في الاول كلها غير كذوب، بلا ماما المشكله اللي كانت بينه وبينا ان الطباع ديالهم مختلفه، ان هي حيت كبرات فرنسا العقليات ديالهم مختلفين، كانت كتبغي تلبس، كتبغي تقاد، كتبغي دير الماكياج وتخرج، هو ديك الساعه كيغير عليها، وهنا فين كان المشكل. وطلبت منه انه يلاقيني بماما، اقلب على حسب المعلومات اللي عنده، ولا دغيا صيفط ليها برا وكل شيء، ولكن ما كان حتى تجاوب. ربما فعلا تكون كانت تحولات من البلاصه اللي ساكنه فيها، وما لقينا عليها حتى معلومات. كنت عايشه مع بابا ديك الساعه، درت لافاك، كنقرا في لافاك. فهداك العام اللي كنقرا فيه في لافاك، عمتي عيطت لينا وقالت لي بالله راها بغات تزوجني لولدها اللي في فرنسا. تصدمت انا، جاتني الصدمه، علاش؟ لان انا بالنسبه ليا ولدها راه خويا الكبير، كبرت انا وياه، هو كيحترمني، عمر ما بين لي انه باغيني ولا كيشوف في واحد شوفه اللي هي مبدله ولا اللي هي مختلفه. عمري ما شفتها في عيني، ولا شفتها في كلامه، ولا شي حاجه اللي هي بعيده. بابا فرح، بابا قال لي مزيان، ما غتلقايش محسن من ولد عمتك، كتعرفيه، كيعرفك، وهما ناس اللي ظريفين وبعقلو ومثبت. بقيت انا كنشوف، كنقول لي غير اه. الحصه جا عندنا، حصل الدار جا عندنا، جا على اساس غادي يخطبني،
جا هو معاهم، كيف هي عادي ضحك، ما كاين حتى شي مشكل. من بعد ملي تحت لي الفرصه اني نجلس غير انا وياه، سولته انا، لان كان بالنسبه ليا واحد الحاجه اللي هي غريبه، انه كيفاش حتى فجاه بغى يختارني انا باش يتزوج بيا. قال لي بالله راه الفكره ديال عمتي وديال بابا، قال لي ما بغيتش نخسر لهم خاطرهم، انا غادي نتزوج وما كنعرف حتى بنت، اللهم انتيا. جاتني غريبه، قلت لي واش ما جاتكش غريبه؟ يعني في هذا الوقت كاين شي حد باقي كيتزوج بهذه الطريقه؟ انا بالنسبه لي انت راك خويا. وقال لي حتى انا بالنسبه لي راك اختي، بغيتي نكملوا هاد الزواج مزيان، ما بغيتيش لا لا نتكاتبوا ونديروا العقد ونديك على الاقل بعدا نقدك نديك لفرنسا، شوفي انت اللي بغيتي. قلت لي واخا حتى هذه فكره مزيانه. تفاهمت انا وياه على هذاك الاساس، لان انا عمري ما شفت فيه ديك الشوفه ديال الزوج او لا الحبيب او لا داك الانسان اللي غنتزوج به، راه كتكون شوفه مختلفه. انا عارفه راه خويا الكبير اللي كنحترمو واللي كنحشم منه. جاتني ثقيله بزاف، ما قلت لبابا والو، ما قلت لعمتي والو. عمتي فرحانه فرحانه، كتقول لي انت بنتي اللي ربيت كنتي عروس ولدي، فرحانه بيا. راجل عمتي حتى هو كيقول لي الله يرضي عليك، راه ما لقاوش الاناس محسن منك انت. صافي ساكتة، جهزوا لي كل شيء للزواج كيوجدوا، مخلوا بابا يدير حتى حاجة. قالوا لي انت يلا رجعتي بديتي حياتك من الأول، خلينا حنا نتكلفوا لك بكل شيء. بدينا كنجهزوا للعرس، فرحانين. انا كنت فرحانة، علاش كنت فرحانة؟ غنمشي لفرنسا، فرحانة لأني أخيرا غنمشي وغنقلب على ماما بيديا، ما نخلي حتى قنت، نقلب عليها في كاع البلايص، نقلب عليها في جميع المدينات، نقلب عليها وما غاديش نخلي من جهدي. وهذا هو الحلم ديالي اللي كنت كنتسنى انه يتحقق. وفي ديك الايامات اللي كنوجدوا فيها العرس ديالنا، عمتي جابت لبابا عروسه جديده، واحد السيده اللي ارمله توفى لها راجلها هادي 7 سنين وخلي لها وليد. قالت لي هاد السيده هادي درويشه ودبابه وصباره، وهي اللي تليق لك وعلمتها بالظروف ديالك وقابله عليهم. كتمنى غير تلقى شي راجل اللي توانس وياه واللي يعاونها حتى يكبر معاه ولدها. قالت لي هي اللي غتلق لك تونسك وتعمر عليك وما تبقاش بوحدك. وتزوجت انا وبابا في اسبوع واحد بزوج بينا، وبالنسبه ليا كانت واحد الفرحه، لان فعلا ديك السيده كانت واحد السيده مسكينه اللي منكسره، اللي درويشه بزاف، وكانت زوينه سبحان اللي خلقها. وبابا عوضات على شحال حاجه وحاجه، كانت كتعيط لي غير سيدي حسن، سيدي حسن من هنا، سيدي حسن من هنا، كيفاش كتكبر بيه وكيفاش كتعامله. وهو لان الطبع ديالو شويه صعيبه ولانه شويه حكام، كان كيعجبو الحال وعرفات كيفاش تتعامل معاه. وقلت بعدا حتى الا مشيت غنكون مرتاحه على بابا، ما غاديش نخليه بوحدو. ومشى انس سافر، مشى لفرنسا، وبقيت انا كنكمل في قرايتي بين ما يقاد لي الامور ديالي وبين ما يصاوب لي الورقات. مشيت عند عمتي، بقيت معاه باش نخلي بابا على راحته. جلست معاه ديك المدة بين ما يرسل لي انس الوراق ديالي، وبقيت عايشه معاها. انا بالنسبه لي عمتي راه هي الملاذ ديالي، هي الام ديالي الثانيه اللي رباتني واللي كبراتني واللي ما كنحشم منها. ما بيناتناش هذاك التباعد، انا كنثق فيها وهي كتثق فيا، والا ما كانش غتخسرني من دون البنات كاملين من ولدها. وتصاوبوا لي الورقات ديالي ومشيت لفرنسا. صق مني انس لان ما قدرش يجي هو، يصيفط ليا غير الوريقات. وقديت الامور ديالي ووصلوني حتى المطار ومشيت لقيتو كيتسناني. فرحت عاتي ملي شفتو، ما قدرتش نحبس هذيك الفرحه ديالي. مشيت كنجري وعنقتو، نسيت كلشي داكشي اللي متفقين عليه، عنقتو على اساس راه هذاك الانسان راه هو الانسان اللي بغاني واللي رغب فيا واللي عاوني واللي وصلني لهنايا. مشينا لدارنا، الدار ماشي كبيره، دار صغيره على قد الحال، ولكن زوينه، كان الذوق ديالو زوين. ومن ليلتي الاولى نط قلت لي حيد، انا اللي غادي نطيب لك العشاء. وفرحت، قال لي هو شوفي انت غطيبي لي العشاء، ايوا انا داير لك واحد السوربريز زوينه اللي عمرك ما غادي تنسايها، وعليها غتبقاي كل ليله طيبي لي العشاء. قلت لي الا كانت سوربريز زوينه جاتك سيدي، ماشي على العشاء، نطيب لك الفطور والغداء والعشاء واللي بغيتي. والسوربريز فعلا كانت زوينه. من ورا العشاء قال لي بالله راه عارف ماما فين كاينه، بالله راه عايشه في مدينه اخرى اللي هي سان ديزي، عايشه فيها مزوجه وعندها جوج ديال الوليدات. فرحت لانه لقاها، فرحت لاني جيت
غادي نمشي عند ماما، قال لي شوفي غتصبري من هنا نهار السبت ان شاء الله غنكون ما خدامش، وغادي نمشيو لعندها غنشوفوها ونديروا لها حتى حنا سيربريز. فرحت بزاف وتعشينا، جمعت الدنيا وراني انس البيت اللي غادي نعس فيه. ومن داك النهار كل واحد فينا كينعس في البيت ديالو. انس احترم الرغبه ديالي واحترم هذيك الفكره والاتفاق ديالنا، وبقينا حتى جا نهار السبت وانا فرحانه كنتسنى غير امتى غادي نشوف ماما، كيفاش دايره ماما وكيفاش دايرين خوتي وكيفاش غادي تثق مني، فرحانه بزاف. جا السبت ومشينا شدينا الطريق باش نمشي نشوف ماما. مشينا عندها حتى هي كانت خدامه، ولكن نهار السبت ما كانتش كتخدم في العشيه. ملي وصلنا كانها كاينه في الدار هي وراجلها وحتى وليداتها. ملي شافتنا غير مع استقبلونا قلنا لهم حنا راه فوالا حنا راه كدا 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 صافي. غير شافتني جات عنقاتني كتجري، انا ما كنشبهش ليها نهائيا، كان كيحسبني ملي غنشوفها غنلقى شي شبه بيناتنا، ما كنتشابهوش، ولكن كان داك الاحساس زوين اللي حسيته ملي شفتها وملي عنقاتني. عنقاتني وبقات كتبكي وصافي. كنقولها ماما صافي نساي، قالت لي انا مسامحاش ليه اللي فرقني عليك هاد السنين كامله. قلت لها عافاك ماما خليه، راه مو اللي فيه داكشي كافيه، الله يجعل البركه، داكشي اللي عاشو مسكين راه بركه عليه، راه تعذب وقاصة بما فيه الكفايه، وراه ندم بزاف على داكشي اللي دار، وراه كيعترف بالله راه هو اللي غلط هو اللي خطا واعترف ليا بهداكشي كامل. دوزنا معاهم ديك العشيه وعياو فينا كيرغبوا فينا باش نباتوا معاهم، ولكن انس ما بغاش، قال لهم لا عندي شي التزامات ضروري ما نمشيو. انا كنت بغيت، ولكن من بعد قال لي واش ما حشمتيش جايين عندهم نتقل ولا نباتوا عندهم، راه حشومه الناس مشينا عندهم المره الاولى اللي نحشمو شويه على ريوسنا. قلت ليه واخا سيدي ما كاين باس. المهم فرحت فرحت فرحت، بقيت متواصله انا وماما انا وخواتاتي. عاد بديت كنحس براسي رجعت لي عائلتي، رجع لي بابا، رجعت لي ماما اللي ما كنتش كنعرفها اللي عاد شفتها، بقيت كنشوف فيها كنحاول اني نحفظ الملامح ديالها في الداخل ديالي. ورجعت مع انس بديت حياه جديده معاه. انس كان بغى يقضي الامور ديالي باش نكمل القرايه ديالي في فرنسا، باش يعني ما يضيعش ليا السنين اللي قريتها، كان كيجري معايا بالليل وبالنهار باش يقدر انه يعاونني في هذا بهذا الخصوص. هذا داكشي اللي داروا معايا ما داروا معايا حتى شي واحد. وليت كنشوف كيفاش كيهتم بالامور ديالي، كيفاش كيفرح لا لا غير طيبت ليه شي حاجه اللي هي زوينه كيفرح، كيقول لي مود هادي وانا عايش بوحدي كيخصني نجي وعاد نبدا نطيب، عاد كنحك غير لي بواط كنحلهم كناكل غير لي كونسيرف. كيقول لي الله شحال زوينه تدخل للدار وتشم ريحه الطاجين، شحال زوينه تدخل للدار وتشم ريحه الماكله. كنت كنعجن الخبز كنطيبو كيدخل كيفرح ملي كيلقى الخبز ديال الدار عجناه. بديت كنت عايش انا وياه واحد الطريقه اللي هي جديده، جوج الناس في دار وحده التعامل ديالهم راه مبدل. ملي كيكون الراجل ومراه في دار وحده ومزوجين واخا العلاقه ديالهم فيها حدود، ولكن راه كتبدا تبدل مع الوقت. بديت كنشوف فيه واحد الشوفه اللي مختلفه. ملي كنكون خارجه انا وياه وليت كنحس بديك الرغبه اني باغا نشد ليه في يديه ونتمشاو، وبديت كنديرها. وليت كنت هكا كنحاول اني نقاوم هذيك الحياه وديك الحشمه اللي فيا، كنشد ليه يدو انا اللي بديت ماشي هو، كنشد ليه يدو كنتمشى معاه. حسيت بداك الاحتياج اللي انا عمري ما كان عندي في حياتي، شي انسان اولا شي راجل اولا شي شاب اللي بغيتو. كنت معقده بزاف، كان عندي مشكله مع نفسي مع ذاتي، وهو بالمساعده ديال انس بدا كلشي كيتحيد. بدا ديك الرهبه عندي، ديك الرهبه اللي عندي وداك الخوف من الرجال من الناس كتحيد. هو بقى محترمني حتى لاخر لحظه، محترم لهذاك القرار ديالي حتى النهار انا اللي قلتها لي وطلبتها منه. وحيش لا راه هو راه راجلي راه حلالي صافي. حسيت براسي راه داك الحاجز اللي بيناتنا ديال الاخوه ما بقاش، كنحس بيه حتى هو كيشوف فيا واحد الشوفه اللي هي مبدله، ديك النظره اللي هي مختلفه. كيخرج كيجيب ليا شي حاجه اللي يشريها ليا اللي غلبسها اللي زوينه، كيبغي يشوفني لابسه الحوايج على ذوقه هو. كيخرج كيجيب ليا شي صاك جديد، هذا راه شفتو راه عجبني ديري هذا احسن. داك التعامل ديالنا مع بعضياتنا تبدل من الاخوه العلاقه اللي هي زوجيه، واخا بقى ما دخلتش لواحد الحيز واحد اخر. وديك الساعات قلتها لي، قلت لي انس حنا دابا ياك مزوجين في الوراق ياك؟ قال لي اه. قلت لي ياك عائلتنا عارفين بلي حنا مرا وراجلها، حنا جيت عندك انا لفرنسا على هذا الاساس.
قال لي ايه. قلت ليه وصافي انا بغيت نبقى مراتك، انا جيت لهنا وانا مراتك، بغيت نبقى مراتك حياتي كامله، بغيت ما نبقاوش هذاك الخو وخته، بغيت نوليو مرا وراجلها بحال هكا. قلتها ليا ما عرفتش كيفاش، حيت الحشمه والحياه وقلتها ليه، بقى كيضحك ملي قلتها ليه. وصافي من تماك حياتنا تبدلات، تبدلات حياتنا الحمد لله. عانيت قاسيت، عشت ظروف خايبه، تحرمت من شحال من حاجه، ولكن ربي كريم عوضني براجل اللي عشت معاه الطفوله ديالي، وعمري ما شفت فيه هذيك الشوفه ديال راه ممكن في شي نهار ولا في شي يوم من الايام غيولي راجلي. بالنسبه ليا كانت واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف. هذا الانسان هذا لقيت فيه الخو اللي شفته فيه وحنا صغار، ودابا سبحان الله تبدل، ولا هو الزوج، هو فيه راجلي، فيه با، فيه خويا، فيه صاحبي، فيه عشيري، فيه الرفيق ديالي في الغربه، فيه كل شيء، فيه اي حاجه زوينه كنعيشها في حياتي، فيه داك الانسان اللي ما كيغوش عليا، ما كيخاصمش عليا، اللي كيتصنت ليا. ومن صغرنا كان هكاك، من صغره هو حنين وبعيد على الصداع، بعيد على المشاكل، وفيه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف انه كيعطيك ودنيه، كيتصنط بزاف هذا كيهضر، ماشي النوع اللي كيبقى غير كيهضر غير كيهضر اولا كيفرض عليك الهضره ديالو، كيتصنط كيتصنط، وهذيك احسن حاجه ممكن انها تكون في الزوج. وهكذا زواجي اللي على الورق، زواجي الزواج الابيض تحول لزواج اللي هو حقيقي وحقيقي 100%. سبحان الله الزواج كان بلا حب، كان غير هكا غير على الورق، فاذا به كنعيشوا الحب من بعد الزواج. واخيرا كنامن بالله راه فعلا ممكن ان الحب يجي من بعد الزواج، راه ماشي غير هضره وكلام، ولكن راه بصح هذه حقيقه وعشتها انا شخصيا.